ابو شقره المسؤول عن المواصلات والخلط والخلط على السواقين. شو صار امبارح؟ امبارح رن علينا هذا إلايجا بقول لي انا بدي اروح اوديكم على سفاري وارجع ب 10000 رند ماشي لان تقريبا قديش 1000 دولار قديش 400 دينار تقريبا 400 دينار فقلت له شو 10000 كثير شو بالك؟ قلت له بكره بحكي معك. المهم اجى الصبح صفون على 7 الصبح بده ايش؟ بده يودينا. قلت له لا ما بقدر نطلع هسه انا. احنا متفقين مع مين؟ متفقين مع هذاك بنجمن مع بنجمن المهم بنجمن قديش اعطانا؟ 6.5 6.5 لما حكيت لإلايجا انه اتفقت مع هذاك 6.5 صار يعطينا هاي ب6 توصيله. فرحت دليت هذاك على فندق غلط واخذنا هاي الهايجة. صباح الخير. دقيقة. ليس صباح الخير. مش هيك أمي؟ كون ماسكين كاسة. بس على الاغلب فيش فيها شيء، انا والله فيها شيء. هي شاي والله فيها. المهم جيتي على افريقيا غيرت شغلات، يعني ما بتخيلوا قديش. ما كنت اعرف انه افريقيات هيك كثير حلوين. تغير كل تفكير، انا كنت افكر انه شعرهم بني احلى ناس في العالم. لا لا، تغير كل تفكيري. يابا اذا روحت بافريقيا على الدار ومتزوجها وكل شيء، انت حر، ماليش دخل انا. سيبكم من امثال من طينة بلادك لطع اخدادك، انا بديش لطع اخدادي من طينة بلادي. ايوه تمام. تخيل انهم فوق ما هم حلوين كمان بيضحكوا. لا 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 تحاولش. اعطيني الاول يا الله. ايوه